لجنة الأمن القومي يطلع يقول لك ده أمن قومي ما ينفعش. لا لا لا، ما فيش حاجة اسمها أمن قومي هنا، دي مش قضية أمن قومي، هذه قضية لا، ما هو ممكن يقول لك ده في الآخر داخل فيه علاقاتنا مع دولة أخرى، وده من شأنه إن هو يأثر على هذه العلاقة ويضر. يعني يضر، يعني حضرتك بتتخيلي إنه مثلا إيه، علشان أنا علاقتي بدولة تانية أديها حتة من أرضي؟ لا، ده أمر مش مطلوب ومش موجود. لكن لو ثبت بالقطع إنها هي أصلا أراضي سعودية، أهلا وسهلا. لو ثبت انها اراضي مصريه، لا بتاعه مصر. امتى بقى بتحصل عمليه الاستفتاء دي؟ لما بتبقى تنازل عن سياده في جزء، يعني يقروا ان ده كان ليها جزء في السياده، اما الملكيه ارض ارض، يعني ما في طيب.